ويا ما كنتم متابعي قناة السعودية مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من السعودية. موعدنا معكم ثابت ويتجدد كل جمعة وسبت. اليوم عندنا مواضيع متفرقة ومختلفة وقدمها أنا وزميلتي نهى. يسعد مساك نهى. يا هلا وسهلا عبد العزيز، مساك سعادة. صوت رايح اليوم بس معلش عشان سبب الأمطار. توني أقول نهى قبل شوي أقول بدت أعراض الانفلونزا قبل امس. عشنا ايام حلوه صراحه. جميل في مدينه الرياض. جميل فاجاتنا كذا. جميله وجت على قولك عبد العزيز، جت فجاه ومره واحده الى درجه الواحد ما يبغى ينام، يبغى يلحق على اجواء الخير الجميله. وعلى قولك عبد العزيز صح صوتك بس عادي لاجل المطر ولاجل الاجواء الجميله. فرصه للي بدت اجازاتهم من الطلاب الله يوفقهم ان شاء الله. الاسبوع هذا ان شاء الله حيكون فيه اعتقد الاسبوع القادم كله نوها فيه امطار تحديدا. خلينا نتكلم عن مدينه الرياض. اي يعني جت مصادفة مع الإجازة. صح، استغلوا الأجواء، لا تخلون ولا مكان، ترى الرياضة تهبل. إن بغيتوا البار، إن بغيتوا المخيمات، إن بغيتوا الفعاليات اللي طبوا واختاروا فيها. لكن ترى إحنا حنتكلم اليوم عن الطقس في الأيام القادمة، في تحذير واحد يستانس ينبسط ولكنه يبحث عن الأماكن اللي بعيدة عن اللي ممكن تصير لا قدر الله فيها كوارث. صحيح عبد العزيز صحيح، وهذا دورنا ان احنا ننبهكم ونوصلكم كل حنتكلم عنها اليوم باذن الله عشان تنتبهوا لانفسكم ودائما تستمتعون بسلامه. طبعا اليوم مواضيعنا مثل ما قال عبد العزيز متنوعه وجميله وما يكتمل جمالها الا اكيد بمتابعتكم مثل ما عودناكم. خلونا نشوف عناويننا لليوم. الطائره السابعه تكمل سلسله الحمله السعوديه لاغاثه فلسطين. وصدارة سعودية في منافسات أولمبياد روبوت العالمية. وحملة أمش 30 عزز صحتك وابدأ بسلوك صحي. كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم. ألا نتابع أبرز ما جاء في المشهد السعودي من أخبار الأسبوع الماضي. استمرارا للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وصول الطائرة الإغاثية السابعة. انطلاق النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي بمشاركة أكثر من 50 جهة ومنظمة عالمية. سدايا تتيح التسجيل بأربع معسكرات تدريبية بمجال إدارة البيانات بمرحلتها الثانية لتدريب أكثر من 80 متدربا ومتدربة. انطلاق أعمال النسخة الثانية من مسرعة الأمن السيبراني بمشاركة 9 شركات محلية. هيئة النقل تسلم رخصة تشغيل تجريبي للقطار الهيدروجيني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن زيادة عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية العالميين بالمملكة إلى 6 بعد انضمام جوجل كلاود. البيئة بدء تركيب أجهزة تتبع على حفارات الآبار لتنظيم وحماية مصادر المياه الجوفية. صندوق تنمية الموارد البشرية يدعو المنشآت إلى التسجيل في دروب منشآت للإسهام في تنمية رأس المال البشري. هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله تعلن ضوابط التخييم والتنزه داخل نطاق المحمية. موسم الرياض يشهد مليوني زائر خلال أسبوعين منذ انطلاق الفعاليات. وصلت المملكة العربية السعودية جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر جسر جوي متواصل تحط طائراته في مطار العريش الدولي وبشكل يومي لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. تفاصيل أكثر نشاهد في هذا التقرير.
مساعدات طبية وغذائية لا زالت تتوافد على مطار العريش الدولي عبر جسر جوي متواصل من المملكة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. 7 طائرات حطت حتى الأربعاء في مطار العريش تحمل كل منها ما يزيد على 35 طن مساعدات بإجمالي تجاوز 250 طنا، نقل جزء كبير منها إلى معبر رفح البري لدخول قطاع غزة. نشاهد هنالك كمية جيدة من المساعدات الآن في معبر رفح، ولكن بالتأكيد الحاجة تظل أكبر، ونأمل أن تسمح الظروف الجيوسياسية بإدخال أكبر قدر من المساعدات لتأمين الاحتياجات الكاملة لأشقائنا في غزة. رسالة حضرتك توجهها للشعب في المملكة العربية السعودية حول التبرعات؟ الرسالة هي الصورة، هذه هي تبرعاتكم، هذه هي مساعداتكم، هذا هو خيركم بفضل الله سبحانه وتعالى لأشقائكم في فلسطين. هذه وصلت اليوم وهذا مسارها حتى وصلت إلى معبر رفح حتى تدخل بإذن الله تعالى إلى أشقائكم في قطاع غزة. هذا ووصلت إلى داخل العمق الفلسطيني 4 شاحنات سعودية عملاقة محملة بمواد غذائية وطبية لدعم 3 محاور، أولها الدعم الصحي بالأدوية والأمن الغذائي عبر توفير كميات من مواد غذائية مختلفة وخيام إعاشة تزامنا مع نزوح آلاف المواطنين من مساكنهم لشدة القصف وعشوائيته، فيما لا زالت تصطف 6 شاحنات سعودية أخرى بمحيط المعبر منتظرة الدخول. جهود سياسية وشعبية لا زالت مستمرة للعمل على تدفق المساعدات عبر جسر جوي من المملكة العربية السعودية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. عمرو الورواري، قناة السعودية، العريش. راح نكمل الحديث عن هذا الموضوع ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا. هل تشعر بتنميل وخدران؟ قد تكون هذه علامة على وجود تلف في الأعصاب. نيوروبيان يساعد في التخفيف من أعراض التنميل والخدران نتيجة نقص فيتامين باء. نيوروبيان. تراها ما تفرق ويش تختار، يمين أو يسار، لأن الاثنين فيهم طراوة وقرمشة ولذة. تراها ما تفرق ويش تختار، يمين أو يسار، لأن الاثنين فيهم طراوة وقرمشة ولذة. سوبر مقرمش وخفيف أو سوبر خفيف ومقرمش، جرب شيء سوبر جديد. حياكم الله من جديد. وفي إنجاز علمي جديد، حيث حقق طلاب وطالبات المنتخب السعودي المشارك في نهائي الأولمبيات العالمية للروبوت في جمهورية بنما، وحصل على المركز الأول عالميا في مجال مهام الروبوت البرمجية الطالبين مجتبى سالم وماجد الماجد من تعليم الأحساء في المرحلة الثانوية، والذي سيكون البطل ماجد ضيفنا في هذه الحلقة. لكن أولا خلونا نرحب بسعادة مدير عام التعليم بالأحساء الأستاذ حمد العيس. حياك الله أستاذ حمد. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا. بداية نرحب فيك ونبارك لك ولأبناء الأحساء هذا الإنجاز الوطني، تعليقك. أهلا وسهلا. بداية أنا أحدثها جدا فرصة أن أدي هذا الفوز وكل ما يتحقق من إنجازات حقيقة
بقيادتنا الرشيد يحفظ الله تعالى مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهم الله جميعا. كما يسرني أن أقدم التهنئة لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات ولأسرهم ومعلميهم في فهذا الفوز لا شك أنه إنجاز وطني يسجل الوطن على في مجال التعليم. نعم. وكل يوم نحظى لله الحمد بإنجاز وكل مشاركة يشارك فيها أبنائنا الطلاب لابد أن يكون لنا حضور عالمي وإنجاز يحسب لهذا الوطن المبارك. جميل أستاذ حمد، هذا خلينا نسأل يعني من خلال الترشيح الطلاب وفوز الطلاب كيف كان دور ودعم إدارة التعليم لهم؟ طبعا ما في شك أن دور إدارة التعليم هو امتداد لجهود وزارة التعليم بقيادة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبد الله بنيان وقيادات الوزارة بشكل عام لاستثمار الدعم الكبير الذي يلقاه التعليم من لدى قيادتنا الرشيدة يحفظ الله تعالى. توجيهات السديدة دائما من قيادتنا بالعناية بالطلاب والطالبات وإعدادهم للمنافسة العالمية في كافة المجالات، فما نقوم به نحن هو امتداد لعمل مؤسسي متكامل لهذه الدولة وفق رؤية المملكة المباركة 2030. جميل. أيضا لا أنسى الدور الكبير الذي تقوم به المدارس كذلك ممثلة في إداراتها ومعلميها. استطعنا في الإدارة الحقيقة وإدارة التعليم الأحساء أن نخلق جو من المنافسة بين الطلاب في العديد من المجالات من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية والإبداعية، ولله الحمد المنافسة تحظى بمتابعة اهتمام كبير من جميع قيادات الإدارة. وأيضا لا ننسى دور الشراكات المجتمعية الحقيقة ودور المجتمع وقطاعاتها المختلفة خاصة ذات الاختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع العلمي والأبحاث العلمية وكذلك في كل المجالات الرياضية والثقافية. نجد دائما أبناء المملكة وطلاب الأحساء أيضا حاضرين ممثلين لهذا الوطن ويحققون النتائج والإنجازات الكبيرة. جميل. نعم. يعني شاهدنا استقبالك أستاذ حمد لهم وتهنئتهم وتحفيزهم، ودائما نشاهد الطلاب عندهم الشغف والتميز. كيف تستعد دائما إدارة التعليم لمشاركة طلابها وتحقيق مراكز متقدمة مع زملائهم؟ أولا نحن في المنطقة الشرقية بشكل عام محافظة الأحساء محظوظون حقيقة بقيادة سمو الأمير سعود النائب وسمو نائب يحفظهم الله تعالى أمير المنطقة الشرقية ونائبه دائما متابعين ويحرصون على تحفيز أبناء الطلاب. كذلك أيضا لنا صاحب السمو الأمير سعود بن طلال محافظ الأحساء الذي يحرص دائما على دعم وتحفيز الطلاب وتكريمهم قبل وبعد مشاركتهم الإقليمية والدولية. فالإدارة دائما هي جزء من هذه المنظومة المتكاملة المجتمعية والقيادة الكريمة اللي تحرص دائما على أن نمثل الوطن خير تمثيل. لدينا في المحافظة إدارة تعليم الأحساء بيوت خبرة في مجالات متعددة، في مجال الذكاء الاصطناعي تحديدا والريبوت يعد يمكن لدينا بيوت خبرة في هذا المجال، مسابقات وتدريب للطلاب منذ فترة طويلة، ودائما استضفنا أيضا على مستوى المملكة بطولة الروبوت قبل 4 سنوات وكانت مشاركة كبيرة لتعليم الأحساء ومثل سبق وأن مثلت مدارس من الأحساء طلاب في مسابقة في أمريكا. أيضا لا ننسى المركز الخامس عالميا فازوا بناتنا الطالبات من مدارس جواتب الأحساء. فالمجالات العلمية والثقافية فيه اهتمام في مجال النشاط الطلابي وحرص، وأيضا يكون هناك أقسام وجهات ومشرفين تربويين متخصصين في هذا المجال يعني نسعى لتطويرهم دائما وتدريبهم ليكونوا مرجع للطلاب ويقدمون الدعم اللوجستي والدعم الفني أيضا لأبناء الطلاب. وكما أسلفت ذلك هذا وفق توجيهات قيادة الرشيدة وأيضا وزارة التعليم، فالعمل قائم في جميع إدارات التعليم، لكن ربما نحن نكون يعني توفيق الله سبحانه وتعالى لنا بأن نكون دائما ممثلين للمملكة في جميع المجالات
العلمية والثقافية. جميل، كل شكر لك الأستاذ حمد العيسى مدير عام التعليم بالأحساء. أكيد لازم نفتخر ونستضيف عندنا نماذج من الفائزين معنا عبر الهاتف الطالب البطل ماجد الماجد الفائز بالمركز الأول فئة مهام الروبوت البرمجية في مسابقة الأولمبياد العالمية للروبوت بجمهورية بنما WRO 2023. يا أهلا وسهلا فيك ماجد، أسعدتنا ومبروك هالإنجاز وفخورين فيك. أكيد بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم. مساءك. شكرا لكم على إتاحة الفرصة لي واستقبالي على الهواء. حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك ماجد. ماجد خبرنا عن بداية المنافسة خصوصا قبل لا تسافرون لبنما، كيف كانت المنافسة لحد ما ترشحتوا ونلت الفوز؟ أكيد المنافسة بداية المنافسة كانت على في المدرسة من تجهيزنا للمنافسة على مستوى المملكة بمساعدة المدرب الأستاذ خالد المسعود. اي نعم نسمعك تفضل. مساعدة المدرب الأستاذ خالد المسعود ثم المنافسة على مستوى المملكة والحمد لله استطعنا تحقيقها على مستوى المملكة، وكان في تحديات ومنافسة ضد أكثر من 1700 فريق. جميل. اي كمل. طيب خلينا نتكلم عن اللي وقفوا معك يا ماجد، لابد ان هناك من وقف معك وشجعك للوصول للنهائيات، من اللي ساندك في هذه المهمه؟ كان في اطراف كثيره ومنها الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكيه، وزاره التعليم واداره التعليم واداره المدرسه والمدرب الاستاذ خالد المسعود والاهل. ما شاء الله عليك ماجد. طيب احكي لنا عن أجواء المنافسة والمنافسين بالتحديد، هل المنافسين كانوا أكثر من 120 دولة؟ أي بعدين أنت تتكلم عن مجال البرمجيات، هل المنافسين كانوا بالقوة المخيفة؟ يعني حسيت أنك ممكن تفوز بينهم؟ يعني برمجياتهم كانت مذهلة، معك صينيين ومعك يابانيين ومعك ناس. احكي لنا عن هالتجربة كاملة مع المنافسين. المنافسة كانت قوية والمنافسين ضدنا كانوا مبرمجين على مستوى عالي، وبس الحمد لله استطعنا ان نغلبهم ونتفوق عليهم ونحقق المركز الاول على مستوى المملكه. كفو والله، احنا تمثيل المملكه دوليا. طيب يعني ماجد شوف، لا شك انك انت ما شاء الله عليك ذكر الله، يعني انك عبقري منذ الصغر، اكيد انك طالما دخلت هذا المجال ونبغت فيه وحصلت على هذه الجائزه الاولى، ايش اللي خلاك تهتم في هذا المجال تحديدا اللي الروبوت؟ أنا من الصف الأول المتوسط كنت مهتم وشغوف في اللغات البرمجية والذكاء الاصطناعي والتقنية. ومن دخلت المرحلة المتوسطة وسمعت إعلان عن المنافسة دخلت فيها، والحمد لله قدرت أبرز فيها وأحقق المركز الأول على مستوى المملكة. طيب ماجد خليني أسألك معليش، المركز الأول مركز مو بسهل، يعني أنت معناته قدمت مشروع مو بسهل، وش اللي أبهرهم في الروبوت البرمجي اللي قدمته؟ وش نقاط القوة اللي يوم شافوها اللجنة قالوا لا هذا يستحق المركز الأول؟ هي نظام المسابقة تحقيق أعلى النقاط في أقل وقت، هذا نظام المسابقة. نعم. طيب شكرا لك، شكرا لك. تحب تقول شيء في الختام يا ماجد قبل ما أودعك؟ شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك ماجد الماجد الحاصل على المركز الأول في أولمبياد روبوت العالمية. طبعا في بداية الحلقة احنا تكلمنا عن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة، لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور سامر الجطيري. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا، أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. يا مرحبا. يعني خلينا نتكلم عن هذا الموضوع، تتابعت وصول الطائرات 7 طائرات أعتقد يوم الأمس لإغاثة فلسطين إلى مطار العريش الدولي، ودنا نعرف على ماذا شملت هذه المساعدات الإغاثية بداية. حياكم الله. نعم يا مرحبا. منذ توجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإطلاق الحملة الشعبية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، والحمد لله بدأ الجسر الجوي بالانطلاق إلى مطار العريش، وهو المطار الأقرب إلى معبر رفح، وهو المعبر الوحيد الذي من خلاله تدخل المساعدات الإنسانية. نعم. وصل إلى الآن بحمد الله عز وجل عدد 7 طائرات إلى مطار العريش، وأنا حاليا أكلمكم
من مدينة العريش، وقد كنت للتو في المطار استقبال آخر طائرة، الطائرة الثامنة. بحمد الله عز وجل حملت ثلاث سيارات إسعاف بتجهيزات كاملة، تستطيع أن تدخل ويعني تبدأ الخدمة في الداخل بإذن الله عز وجل. هناك طائرة الآن تم تحميلها في الرياض، تنطلق من مطار الملك خالد الجوي إلى مطار العريش، تحمل كذلك عدد ثلاث سيارات إسعاف، سوف يستمر الجيش الجوي بإذن الله عز وجل بواقع طائرتين وأكثر خلال الفترة القادمة. أما القطاعات التي ركز عليها الجيش الجوي هو قطاع المساعدات الصحية، وذلك بتأمين المستلزمات الأساسية التي تم طلبها من قبل القطاع الصحي في داخل غزة من خلال شركائنا الجمعية الإمام الأحمر الفلسطيني، وكذلك بالتنسيق مع الإمام الأحمر المصري. بحمد الله عز وجل وصلت هذه المساعدات. هناك كذلك قطاع الأمن الغذائي، آلاف السلال الغذائية، هناك كذلك قطاع الإيواء، وكذلك آلاف القيام، وكذلك قطاع الإيواء. جميل. دكتور، ودنا نتكلم عن ترتيباتكم في توزيع وإيصال هذه المساعدات للمتضررين في غزة. طبعاً هذه المساعدات تعبر بشكل مباشر بحمد الله عز وجل من خلال معبر رفح، من مطار العريش إلى معبر رفح، ثم يتم تسليمها من خلال الشركاء على الأرض جمعية الجزائر الفلسطيني. هذه المساعدات لا تدخل المستودعات، إنما توزع بشكل مباشر بحمد الله عز وجل. الاحتياج كبير جداً، ما يصل الآن إلى قطاع غزة لا يتجاوز 10% من الاحتياج الإنساني القائم في القطاع. يقدر عدد الشاحنات تدخل حالياً ب 100 شاحنة. القطاع يحتاج حسب تقارير المنظمات الأممية والمتحدة أكثر من 1000 شاحنة يومياً، وكذلك في قطاعات مهمة جداً، من أهم ما قطاع الغذاء وقطاع الإيواء، وقبل ذلك قطاع المساعدات الصحية. الجدير بالذكر هنا أن أهم التحديات التي تواجه هذا العمل الآن الإنساني الضخم، والذي يقدم من خلال المملكة العربية السعودية وذراع الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والمال الإنساني، يتمثل للأسف بأولا عدم إتاحة الفرصة لإدخال أكبر عدد من الشاحنات يوميا، والتعنت في إدخال والإصرار على إدخال عدد قليل جدا من الشاحنات. هناك ضغوط دولية وضغوط دبلوماسية، ومن هذه الدبلوماسية السعودية وكذلك الأشقاء في مصر هنا لإتاحة الفرصة إلى أكبر عدد ممكن دخوله. الثاني الحقيقة هو ما يمارسه الطرف الآخر من عملية إخفاء لكثير من المساعدات، خاصة في المجال الصحي والطب، والتي تعتبر أساس في الحقيقة إنقاذ الجرحى وكذلك استمرار المستشفيات في العمل. للأسف هذا التعنت وهذه الممارسات تؤثر على سير هذه المساعدات، لكن أريد أن أؤكد هنا أن حجم المساعدات بحمد الله عز وجل كبير جدا، سوف يصل خلال الأسبوع القادم آلاف الأطنان من الموقع السعودي من خلال استمرار الجسر الجوي وتكثيف وزيادة عدد الطائرات، وكذلك الجسر البحري الذي سوف يرافق بإذن الله عز وجل أو يوازي الجسر الجوي. ونحن بحمد الله عز وجل مع الأشقاء نحاول هنا بقدر الإمكان الضغط لإيصال أكبر كميات من المساعدات. ولعلي هنا أشير إشارة أن هناك زحزحة في قضية عدد الشاحنات التي تدخل يوميا. نعم، شكرا لك الدكتور سامر الجطيري، المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة. طيب، هنروح طبعا نتكلم اليوم عن العم إبراهيم الأحمدي، عشق المهنة، مهنة الحدادة، وعاش معها أكثر من 30 عاما، يتمكن من تحويل الحديد إلى قطع فنية في غاية الجمال. الزميل عبد الله السلمي ينقل لنا التفاصيل من داخل ورشة الحدادة. أهلا عبد العزيز ونهى، مسي عليكم على كل من يشاهدنا عبر شاشة القناة السعودية. طبعا احنا قصتنا اليوم يعني مختلفة شوية، قصة العم إبراهيم اللي اشتغل في مهنة الحدادة، شغفه بهذه المهنة حوله إلى مصدر رزق. طبعا أنا بوريك التحفة الجميلة اللي خلفي الآن، هذه التحفة اللي يشوفها عبد العزيز ونهى ومشاهدين الكرام، هذه مرت بالعديد من المراحل، بدءا من قص الحديد على المقاسات المعينة، ثم تلحيم الحديد، ثم الصنفرة، والشكل النهائي يطلع بعد ما يرشون عليها البويه. خلونا نستعرض معاكم قصه العم ابراهيم
اهتمامه وشغفه بالحداد، لذلك رحب معنا بإبراهيم الأحمدي. عم إبراهيم تفضل معنا، نرحب فيك معنا عبر شاشة القناة السعودية. بداية نبغى بداية مشوارك في مهنة الحداد. والله بداية كانت هواية، واخذت لي زي ما تقول حاجات بسيطة للحداد، الماكينة والصاروخ وهذا، وكنت أشتغل بنفسي الشغلات الخاصة فيها. تمام، بعدين تطورت على أساس أفزع لبعض الجيران وهذا، ولحم له اللي باب مكسور اللي هذا ها، وبعد كذا تقعدنا وفكيت مجال ورشة الحدادة. طيب عم محمد، الآن البداية كانت قبل كم سنة، وكم لك سنة في المجال، وش استفدت يعني خلال المدة الطويلة هذه؟ والله بالنسبة قبل كم سنة حوالي 25 سنة، ولكن في مجال الورشة هذا يمكن لي حوالي 5 سنوات إلى 7 سنوات تقريبا. طيب إيش الأشياء اللي تشتغل عليها؟ هل كل خلنا نقول كل شيء يتكون من الحديد أو يصنع من الحديد أنت تعمل عليه، ولا يعني لك أعمال معينة تشتغل عليها؟ جميع ما يخص الحديد والحداد نعمله، أي حاجة حسب أي حاجة تخص الحديد نعملها. مثل إيش يعني؟ سمي للسادة المشاهدين الأشياء اللي ممكن أنك تسويها في هذه الورشة البسيطة. يعني زي ما تقول أبواب، شبابيك، دربزان، تمام، سلالم، تمام، مشبات زي ما أنت شايف هذه، وجميع الأشياء اللي تخص الحدادة. والله الحقيقة يعني مع دخول الشتاء المشبات مهمة، نبغاك تسوي لعبد العزيز المذيع واحد، ولنها كمان تسوي لها واحد. يستهلون مني كل خير إن شاء الله، بإذن الله يستهلون. الله يبارك. سؤالنا الأخير، كيف تشوف اليوم سوق مهنة الحدادة، وهل هو يعني في عوائد مادية يعني ضخمة؟ والله الوقت الحالي إيه، مع المشاريع الضخمة حقة الحكومة وهذا، مجال الحدادة يعني يعتبر ممتاز جدا. طيب عم إبراهيم يعطيك العافية، ولا تنسى المشب زي ما قلت لك. إن شاء الله بإذن الله، الله يحفظكم ويرعاكم جميعا. شكرا لك. إذن إبراهيم عبد العزيز ونهى ومشاهدينا الكرام، العم إبراهيم الأحمد يتكفل أنه يسوي لكم مشب، خصوصا مع أجواء الشتاء، وأجواءكم أيضا في الرياض في الليلة الماضية كانت ماطلة، لذلك العم إبراهيم حيسوي لكم المشب. وعم إبراهيم أنا أيضا أبغاك تعلمني مهنة الحدادة إذا ممكن. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. الله يعطيك العافية. عبد العزيز ونهى، هذا كل ما لدينا في هذا النقل، نعود لكم في الاستوديو بالصوت والصورة. الله يعطيك العافية زميلنا عبد الله، وأكيد للعم إبراهيم. لكن خشنا خليني أسولف شوي مع عبد العزيز. عبد العزيز، المهن دي أنا أحسها بالنسبة لي قريبة مرة، لسبب أنها من المهن اللي تأخذ الصحة والوقت والجهد والخبرة اللي على مدى سنين. نقطة ضعفي لما يقول لك حاجة هاند ميد، شغل يد، ترى على مستوى العالم أكثر غلاءً يعني مكلفة. المهنة في اليد أمانة من الفقر. ترى على فكرة ثقافة وجود مهنة أخرى صارت حتى موجودة عند الناس اللي عندهم ترى اكتفاء مالي. صحيح والله، من جد صحيح. بعد ما انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي صار الواحد أحياناً تلقينها، أنا أشوف شاب قبل أمس مسوي معه لقاء دبلوماسي ويمارس الطهي والطبخ. يسلم. كان دبلوماسي أكثر من 25 سنة في دول مختلفة تبع وزارة خارجية، وتعلم الطبخ لأكثر من مطبخ عالمي، إسباني وبرازيلي وسعودي، السعودي هي من أول، فصار طاهي شيف وأطباق عالمية. وأطباق وش عالمية. المهنة القريبة منك عبد العزيز؟ يعني أنت لو بتقول أنا بمسك هالمهنة، هنا حرفة يدوية. أي أي. والله سؤالك فاجأني كذا، ما في كذا تحس انها قريبه منك؟ والله ما مرت علي، والله ما قد مرت نهائيا، ما قد مرت. انت؟ انا بالنسبه لي انا احب الخياطه كثير، احسها متعه. شو يسمونه اللي ينتشر الان في الكروشيه؟ صار منتشر فتره الاخيره في دورات تدريبيه. يا الله شغل، بس اعتقد انه صعب الكروشيه طبعا، يعني اعتقد مو بس مجرد مهنه خياطه، في دورات لازم تدخلينها علشان توصلين. اي، وموجوده بشكل يعني كبير، يعني ممكن من خياطه تصيرين خياطه. لا مش خياطه، خياطه ولا الكروشيه. لا الكروشيه انا اشوفه صعب، مش خياطه. لا بعدها مصممه ازياء. لا تعرف هي مسكه الابره سبحان الله، والنسيج، المهنه بحد ذاتها عبد العزيز. كانوا يدرسونكم يا زمان؟ كانوا يدرسونها، وترى فيها قيمه للذات والله، لما تنتج شيء وتسوي شيء، شفت تحس انك كذا، تحس انك أفضل من اللي موجودين، أفضل الناس لما تنتج حاجة، ما بالك لما تكون عندك مهنة أساساً غير وظيفتك الأساسية. لو تلاحظين انتشرت الآن، وما عاد في أول كان على استحياء. صح، إنه أنا أطبخ، أنا أسوي كذا، أنا الآن صار الموضوع ثقافة منتشرة عندنا في السعودية اللي ما كانت موجودة، بأنه حتى لو عندك مهنة ظهرها للناس، ظهرها، وبالعكس صارت مصدر رزق آخر. حتى لو أنا أعرف ناس عنده وظيفته وراتبه عالي، ولكنه يمارس مهنة أخرى
مهنة مع موهبة في نفس الوقت. صحيح، ويعني وأحرص عليها لما تكون إرث، لما تكون الأم أو الأب عنده هالمهنة لا تخلونها توقف عندهم. صحيح. خلوها متوارثة بينكم، يعني المهن هذه ليه خبرة قريبة منك، أم أو أب أو أخ، يعني أنت أكثر واحد حتكون كسبان أو كسبانة من هالمهنة، فحرام أنها تندثر وتوقف عند شخص معين. لازم نطلع مواهبنا أنا وعبد العزيز إن شاء الله، وتشوفونها في حلقة من الحلقات أكيد بعد ما شاب الدور كتاب. لا ليش، لازم فينا قوة كاملة لازم تطلع. أكيد مستمرين معاكم في برنامج من السعودية، لكن في فاصل قصير راجعين لكم. حياكم الله من جديد. تحدثنا بداية الحلقة عن إنجاز علمي مهم على مستوى العالم، الآن نتحدث عن إنجاز صحي، حيث تمكن الفريق الطبي من في قسم أمراض الجهاز الهضمي بمدينة الملك سعود الطبية من إجراء أول عملية لشق عضلة المريء بالمنظار غير الجراحي. مزيد من التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا عبر سكايب ضيفنا مدير برنامج زمالة الجهاز الهضمي والكبد في التجمع الصحي الأول في منطقة الرياض الدكتور أمين جدو. حياك الله دكتور. يا هلا وسهلا، حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام. يا مرحبا، حياك الله المستمعين. يعني بداية ودنا نعرف، يعني هذه العملية تعتبر أول عملية لشق عضلة المريء وين بالضبط؟ في المملكة العربية السعودية، في الشرق الأوسط، على مستوى العالم؟ طيب، هذه أول شيء، هذا الإجراء هو إجراء طبي حديث. أول عملية تمت إجراء تقريبا في اليابان في 2007، ثم انتقل هذا الإجراء الطبي إلى غرب العالم. نعم. ثم انتقل حاليا إلى المملكة العربية السعودية، والحمد لله بفضل الله ثم بدعم القيادة الحكيمة في هذا البلد، يوجد عدة مستشفيات الحمد لله حاليا تقوم بهذا الإجراء. حقيقة هو أول إجراء طبي يتم في مدينة الملك سعود الطبية، وتوجد أيضا بعض المراكز الطبية في المملكة العربية السعودية قامت بمثل هذا الإجراء الطبي المتميز. جميل، ودنا نتعرف أكثر عن تقنية المنظار الغير جراحي لما نتكلم عن عضلة المريء بالتحديد. طيب، احنا نعرف أن عضلة المريء هي العضلة الرابطة ما بين المريء والمعدة. المريء هو المنطقة الرابطة ما بين الفم والمعدة. لمرور الطعام من الفم إلى المعدة يحتاج المرور بمنطقة المريء. توجد عضلة أسفل المريء، هذه العضلة تسمى العضلة العاصرة عند بعض المرضى، وهو حقيقة مرض نادر. نتيجة تلف الأعصاب في تلك المنطقة يحدث حاجتين: الحاجة الأولى عدم انقباض المريء، والنقطة الأخرى هو عدم ارتخاء العضلة العاصرة حول المريء. عند عدم ارتخاء هذه العضلة العاصرة يستقر الأكل دائما في منطقة المريء، حيث يمنع هذه العضلة تمنع مرور الطعام من منطقة المريء إلى منطقة المعدة. هذا الارتخاء في هذه العضلة يسبب إزعاج شديد للمريء، مرورا بصعوبة البلع إلى فقدان في الوزن إلى عدة نقاط أخرى. جميل، خلينا نتكلم عن حالة المريض الذي أجريت لها العملية. يعني كان في حالة طوارئ مثلا، وكم يبلغ من العمر وتفاصيل أكثر؟ طيب جميل جدا، هذا المريض يبلغ من العمر 28، لم يكن في حالة طارئة الحمد لله، حيث أن هذا صعوبة البلع عند المريض كانت بتزايد، بمعنى كانت خفيفة ثم أصبحت في ازدياد. حضر إلى مدينة الملك سعود الطبية، وتم عمل الإجراءات الطبية الأولية للمريض من ناحية أشعة، ثم قمنا بعمل منظار للتأكد من حالة المريض. بعد التأكد من وجود عدم ارتخاء للعضلة العاصرة في منطقة المريء، تم تحويل المريض إلى قسم قياس الضغط المريء، جهاز جديد الحمد في مدينة الملك سعود الطبية، يوجد أيضا في بعض المراكز. قام الأطباء في مدينة في قسم القياس الضغط المريء أيضا بالتأكيد على الحالة. بعد التأكيد من التشخيص، تم في البداية عمل توسيع عن طريق البالون للمريض، وهذا الإجراء الطبي المتبع سابقا. ثم حصلت انتكاسة للمريض. بعد الانتكاسة تم الجلوس مع المريض وشرح الطريقة الطبية الحديثة، وقام المريض بالموافقة، وتم عمل هذا الإجراء الطبي للمريض. الحمد لله الإجراء الطبي كان عن طريق الدخول بالمنظار من فتحة الفم، وليس كالعمليات الجراحية التي تقوم بعمل شق داخل البطن وداخل الصدر. لا، تم العمل عن طريق دخول بالمنظار العادي من فتحة الفم مرورا بالجزء السفلي للمريء، وتم حقن
صبغة داخل المنطقة وعمل فتحة. من خلال تلك الفتحة تم الدخول بالمنظار إلى الجزء السفلي من المري. عند الوصول إلى الجزء السفلي من المري توجد العضلة التي أخبرتك عنها، توجد العضلة العاصرة الضامة، وهي عضلة متحكمة في الصمام تمنع ارتخاء الصمام. تم شق هذه العضلة أو قطعها وثم المرور بالمنظار. بعد عملية الشق والقطع تم الخروج بالمنظار وإغلاق هذه الفتحة بعد ارتخاء المنظار. الحمد لله المريض في حالة صحية جيدة بعد الإجراء الطبي، خرج من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة والحمد لله. دكتور، الآن الإجراء هذا الطبي هل حيكون هو الإجراء الثابت المباشر لأي حالة، ولا تستخدمون ممكن معها الإجراء القديم إذا نفع معها كان بها، إذا ما نفع ننتقل للمرحلة اللي بعدها؟ سؤال جميل جدا. حقيقة هذا الإجراء الطبي أصبح هو الإجراء الأول في العالم، الخيار الأول للمرضى في العالم، ولكن تختلف الحالة من مريض إلى مريض، كل حالة تتم دراستها على حدة. بعض المرضى لا يتحمل العمليات الجراحية، بعض المرضى لا يتحمل التخدير، بعض المرضى يفضل له مثلا، هي أربع خيارات. الخيار الأول عبارة عن حبوب، الخيار الآخر عبارة لبعض المرضى عبارة عن التوسيع بالبالون، وهذا الإجراء تم عمله لهذا المريض. ولكن مشكلة هذه الإجراءات نسبة الانتكاسة فيها عالية جدا. يوجد أيضا خيار جراحي، ولكن الخيار الجراحي يوجد فيه فتحات شق للبطن، وأيضا فترة الإقامة في المستشفى تستمر لفترة طويلة. هذا الإجراء صراحة إجراء آمن بنسبة تصل أكثر من 92%. تخدير موضعي طبعا؟ لا لا لا، التخدير عن طريق التخدير مثل العمليات، عن طريق تخدير العمليات. نعم، تخدير كامل. نعم، تخدير كامل. ولكن الجميل في هذا الإجراء أنه يستغرق من فترة من 25 دقيقة إلى 50 دقيقة عند بعض المرضى، وهو إجراء آمن بنسبة قد تصل أكثر من 92%، وهو الخيار مبشر حقيقة في هذا لعلاج مثل هذه الحالات. هذه التجربة معممة في أغلب مستشفيات المملكة العربية السعودية؟ لا حقيقة، ولكن بفضل الله توجد بعض المراكز الطبية في المملكة في المملكة العربية السعودية قامت بمثل هذا الإجراء. الحمد لله الدعم الذي يلقاه القطاع الصحي حقيقة في المملكة يشهد تطور كبير جدا، وعمل إجراء وعمليات معقدة، والإعلام كل يوم يتحدث ما شاء الله عن الإجراءات التي تتم في المملكة العربية السعودية وما أنا متمتع به من الدعم من قيادة. الحمد لله. صحيح دكتور، يعني إحنا ترى في القطاع الطبي وزارة الصحة جدا نشطة في موضوع المؤتمرات الطبية، خصوصا تناقل التجارب فيما بين القطاعات الصحية عندنا، يعني مع ارتفاع الكفاءات الطبية اللي قاعدة تشتغل وتستقطب إجراءات حديثة ماخذة أولويتها على المجال الطبي. التجربة هذه ما يصير فيها نقل خبرات ما بينكم وبين القطاعات بحيث يكون يعني الإيد السعودية ماخذة عليها، يصير فيها تبادل أكثر في القطاعات الطبية؟ نعم صحيح، يوجد حاليا تبادل خبرات ما بين بعض المستشفيات المملكة العربية السعودية لتعزيز القطاع الصحي في جميع المستشفيات. والحمد لله تعلم حاليا التوجه الحالي بموضوع التجمعات الصحية، وما يسهل من انتقال الخبرات والتواصل الخبرات فيما بيننا. نحن الحمد لله في القطاع التجمع الأول في منطقة الرياض ما شاء الله نغطي منطقة كبيرة على مستوى المملكة العربية السعودية، والخبرات متوفرة لجميع القطاعات الأخرى الحمد لله. جميل. طب خلينا نتكلم عن الحالة المرضية. يعني لما يكون في مثلا استخدام لمنظار غير جراحي جديد، تجربة جديدة، كيف تستطيعون مثلا إقناع الحالة؟ أنا كمريض مثلا عندي حالة لابد معالجتها بالطريقة التقليدية الأولى، كيف استطعتم إقناع هذا الشخص بأنه يعمل تجربة أولى؟ ممكن يقول لك لا والله أنا خلوني على العملية الجراحية. دائما لغة الأرقام والإحصائيات عند إخبار المريض بهذه اللغة، لغة الأرقام وما يشاهده المريض وحسن التعامل مع المريض من كسب المريض للثقة وشرح جميع المخاطر والمميزات لأي تجربة مع وجود الخبرات، لابد من وجود خبرة متمكنة في عمل أي إجراء طبي. وجود هذه النقاط تساعد المريض على الإقناع بأي إجراء طبي. جميل. طيب دكتور، الكوادر القائمة على هذا النوع من الإجراءات، ودنا تكلمنا عنهم، الزملاء المتواجدين على هذا النوع من الإجراءات الطبية اللي لها أولوية وحديثة. نعم، الإجراء الفريق القائم على يتكون من عدة جنسيات، ولكن الأغلب كان الجنسية السعودية،
مع وجود أحد الأطباء أيضا من الجنسية المصرية، ولكن الغالب كان من الجنسية السعودية الحمد لله. نعم، شكرا لك دكتور أمين جدو مدير برنامج زمالة الجهاز الهضمي والكبد في التجمع الصحي الأول في منطقة الرياض، متحدثا عن إنجاز طبي أول في هذه المدينة. طيب هنروح لأجواء المملكة العربية السعودية، نروح لمنطقة عسير تحديدا، حيث تشهد الشواطئ البحرية من منطقة عسير حراكا سياحيا، وذلك نتاج انخفاض درجات الحرارة على مرتفعات عسير، مما جعل المواطنين يقصدون المنتزهات البحرية بمنطقة عسير بحثا عن الأجواء الدافئة. نروح لزميلنا أحمد عسيري من هناك. أحمد، الصوت والصورة لك، تفضل. اهلا عبد العزيز، اهلا نهى، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، تحيه ابثها لكم عبر شاشه القناه السعوديه، حيث اتواجد الان في مدينه ابها وسط هذه الاجواء البارده، وتحديدا اتواجد امام بوابه عقبه الضلاع، هذه البوابه والتي تشهد حركه مروريه مكثفه نظرا لانتقال المواطنين من المرتفعات البارده الى الشريط البحري الذي يجدون من خلاله الاجواء الدافئه والمسطحات المائيه. للحديث عن هذا الموضوع ينضم الي الباحث الاستاذ احمد البدوي، رحب فيك عبر شاشة القناة السعودية، وبودي أن تحدثني عن هذا الحراك السياحي الذي نشهده في هذه الأوقات. حياكم الله أستاذ أحمد وأهلا وسهلا. حقيقة زي منافذ مدينة أبها الثلاثة، عقب الضلع والصماء وشعار، قد تنزل ما يقارب 40,000 سيارة يوم الخميس وتعود يوم السبت لهذا المكان. هذه عقبة من العقبات التي ترسل أفواجا كبيرة إلى تهامة، إلى المشات الدافئة، إلى البحار الجميلة. لدينا أكثر من 150 كيلومتر تقريبا على شاطئ البحر وأشجار المنجروف والأكلات الشعبية والثقافة المختلفة تماما والأجواء الدافئة. خلينا نتكلم اليوم نحن نشهد ما شاء الله تبارك الله ثلاث مسارات كلها متجهة يعني طريق واحد يتجه نحو الدرب، نحو البرك، نحو الشقيق. لا شك أن هنالك عوامل جذب يعني استقطبت هذه يعني الطاقة وهذه يعني الكثافة من المرتحلين. حياك الله. الانتقال هذا ليس بجديد، إرثنا وتاريخنا القديم من أيام الأجداد، الانتقال من السرالة تهامة خلال 6 أشهر والصعود إلى الجبال الباردة في 6 أشهر الصيف، ولذلك هذا إرث قديم نتوارث بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. لكن أصبحت الآن اقتصاد وتجارة وانتقال مركبات واستئجار شقق، وأصبحت هناك حراك اقتصادي ضخم جدا يبنى عليه. يعني أحدى الواجهات البحرية في منطقة عسير كلف 400 مليون ريال استعدادا لمثل هؤلاء على شواطئ البحار والسياحة البيئية وسياحة المنطقة المانجروف، الأكبر منطقة مانجروف في السعودية موجودة مثلا في الأسفل. عدد كبير من المحافظات التي الآن تزينت لتستقبل هؤلاء الزوار من منطقة جيزان ومنطقة عسير كذلك. خلينا نتكلم عن المسطحات المائية والشواطئ وما حظيت به من مشاريع جبارة خدمت المواطنين ومنحتهم فرصة يعني الحصول على الأجواء الدافئة وأيضا الاستمتاع بالمسطحات المائية. سياح عسير الآن ينتقلون ليجدوا 6 وجهات بحرية من جيزان حتى تصل منطقة عسير، مناطق شعب مرجانية تعتبر الأجمل في السعودية، يأتي لها سياح على مستوى الخليج في مكان اسمه عمك مثلا مخصص للشعب المرجانية والغوص، في جزيرة كودمبول، في جزر ماركا، في جزر للبيئة والطبيعة، في جزر للغوص، في جزر لصيد السمك. يعني البيئة جميلة جدا سياحيا، إضافة أنها من المناطق الاستوائية التي لا يمر بها مناطق باردة، يعني تستطيع أن تسبح الآن في عز البرد، معظم سواحل العالم لا يمكن السباحة فيها، لكن هذه السواحل صالحة للسباحة صيفا وشتاء. هذه المناطق لا شك أنها تشهد تطوير مستمر، حدثني عن هذا التطوير. الحقيقة ما نرى من مشاريع ضخمة الآن في مناطق تهامة بالذات من الواجهات البحرية الهائلة التي أقيمت المصرف عليها مليارات، أنا أعتقد أنه شيء مميز يدل على الخطط الاستراتيجية القوية التي تبثها الدولة الآن لاستقطاب السياح صيفا وشتاء، كما أعلن في منطقة عسير أن يكون السياحة صيفا وشتاء، وهم يعدون العدة لهذه الأشياء الآن. خلينا نمتع المشاهدين عن الأكلات الشعبية التي يعني ترافق الأجواء الدافئة في هذه المناطق التي تقع على الشريط البحري. جميل. أكلات الجبال الحجاز معروف أنها العصيد والمرق واللحوم، لكن أكلات الساحل تختلف تماما، مثل الخمير، مثل الدخن، مثل الأسماك، مثل المأكولات البحرية، مثل الموز، مثل المرسى، يعني ثقافة تختلف تماما عن ثقافة الجبال، وبذلك يستمتع السائح عندما يأتي من الجبال إلى السواحل أو عندما يأتي من المملكة أو من خارج المملكة بهذه الثقافة وهذه الحضارة السابقة وهذا الاهتمام بها الحاصل الآن.
الأستاذ أحمد البدوي الباحث والناشط البيئي، شكرا لك ونتركك تكمل رحلتك للشريط البحري. نعم نحن الآن نازلون إن شاء الله للشريط البحري، وشكرا لكم وشكرا لأخوان المتابعين. إذن يا عبد العزيز ويا نهى، كما تشاهدون الرحلات مستمرة إلى المحافظات الواقعة على الشريط البحري للاستمتاع بالأجواء الدافئة وأيضا المسطحات المائية الجاذبة. هذا كل ما لدي يا عبد العزيز في هذا النقل الحي، أعود لك بالصورة والصوت. شكرا لك زميلنا أحمد وعلى هالنقل الجميل مع ضيفك الكريم. أكيد إحنا مستمرين معاكم، لكن فاصل قصير راجعين لكم مواضيع جديدة. الفيروس اللي سبب الحزام الناري نايم في أكثر من 90% من اللي أعمارهم فوق 50. تضعف المناعة مع التقدم في العمر وتزيد احتمالية إعادة تنشيط الفيروس. الحزام الناري يظهر في هيئة بثور مؤلمة ممكن تستمر لأسابيع. اصحى، عمرك 50 أو أكثر، استشر طبيبك عن كيفية الوقاية من الحزام الناري. تراها ما تفرق وش تختار، يمين أو يسار، لأن الاثنين فيهم طراوة وقرمشة ولذة. تراها ما تفرق وش تختار، يمين أو يسار، لأن الاثنين فيهم طراوة وقرمشة ولذة. سوبر مقرمش وخفيف، أو سوبر خفيف ومقرمش، جرب شيء سوبر جديد. طاح البردي طاح، طاح البردي طاح، طاح وطيحنا. الإنسان طبعه ابن بيته، مهما امتد فيه الزمن يرجع يعشق الأشياء القديمة. الحجر والشجر، السماء والماء، كل شيء ينطق شعرا ولحنا وأغنية. يا مرحبا وأهلا وسهلا يا من وصلت بلادنا. شجرة الزيتون شجرة مباركة، كان لابد أن ابن البادية يبحث عن مأوى. يفتخرون فيه لأنه تراث قديم أكثر من 400 سنة. يمكن 7 أكثر من 100. والله إني ما أدري صراحة. سلام واللعب شهري في كل شريان يسري، نبض القلوب وهواها. أتاريك الأحد 10 مساء على السعودية. لا تقف، لا تكون اتكالي. السفير لا يصنع السياسة، قالوا السفير مختطف. الصحة هي رصيد، أي شيء تركض خلفه في الحياة هذه يهرب منه. النجاح لحظي، لكن الأثر كيف أبغى الناس يفتكرني؟ ما في في شيء في الدنيا مستحيل. طبعا مبسوط. لا يمكن أن يراك الناس بشكل أنت لا ترى في نفسك. وإذا بهذا الحلم يصبح حقيقة. ألف ميل الاثنين 10 مساء على السعودية. The relation between our two countries can be traced back to more than 2,000 years ago. Sooner than later, Saudi Arabia will be one of the touristic hubs of the world. It's been such an exciting journey for me to be living in Saudi Arabia. The Saudi Vision 2030 is a unique, transformative agenda to open Saudi Arabia to the world. What you can read on Saudi Arabia never matches what you discover in terms of the incredible life that you live here. الدبلوماسي الموسم الثالث 4 10 مساء على السعودية.
حياكم الله من جديد. وصلنا لفقرة صحة حياتي. اليوم حنتكلم يعني عن موضوع المشي ويعني سلوكيات الحياة اللي تتبع المشي والرياضة، طبعا تزامنا مع المبادرة اللي يمكن سمعتوا فيها وقرأتوا عنها في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في تويتر. هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة اللي اسمها امشي 30، صح كذا؟ صحيح، امشي 30. صحيح، امشي كل يوم 30 دقيقة. كانت بوجود وزير الصحة، وهذه المبادرة أعتقد أنها في أكثر من تقريبا 18 مدينة في نفس الوقت. احنا فضلنا أنه احنا تزامنا مع هذه المبادرة ينهى نتواكب معها ونسرد الفوائد لموضوع المشي. ودائما نتكلم عزيز ونذكر فقرة صحة حياتي أنه تحرك، وما انخلقنا عشان نجلس عشان نتحرك. والتذكير هذا جميل، يعني مبادرة وزارة الصحة لها 4 سنين، وحلو التذكير فيها دائما لما نتكلم عن الحركة، عن نتكلم عن قاعدة الدكتور محمد لما نقول 30 مقابلها 3 دقائق مشي. الشيء الجميل فيها أنه فعلا تبدأ تحس بالفرق من وقت مبكر من الحركة، يفرق معاك لما تلاقي نفسك جلس يومين بدون مشي، خصوصا الحين مع الخمول اللي بدت بوادره وعلاماتها مع الاجواء الزينه والجلسه الزينه والتقهوي. بعدين اطلقوها في وقت جميل اللي هو وقت اغلب المناطق ومدن المملكه تحظى باجواء جميله. ما راح نطول عليكم، راح نستضيف كالعاده الاستاذ الدكتور محمد الاحمدي، استاذ فسيولوجيا الجهد البدني. حياك الله دكتور، يسعد مساك. مرحبا، يا هلا وسهلا فيك. حياكم الله دكتور. دائما نشوف مبادرات المشي، لكن السؤال اللي دائما يجي في بالنا، هل مبادرة المشي والحركة كافية لسلوك صحي؟ طبعا 30 الرقم هذا رقم سحري متعارف عليه علميا، او يمكن يتساءل المشاهد والمشاهدة لماذا 30؟ 30 دقيقة لو ضربناها في 5 ايام اقل شيء يعطينا 150 في الاسبوع. وهذه التوصية العلمية الصحية فيما يتعلق في ممارسة النشاط البدني عالميا، يجب أن نمارس النشاط البدني لمدة 150 دقيقة في الأسبوع. تحويلها في اليوم يصير 30 دقيقة، لذلك نقول يجب أن نتحرك ونمارس النشاط البدني لمدة 30 دقيقة في اليوم. ترى هذا الحد الأدنى، والدراسات العلمية تقول طيب إذا زدنا عن 30 الزيادة خير، في الزيادة خير. يعني 30 لو زدناها إلى 60 دقيقة في اليوم تتضاعف الفوائد الصحية الناتجة من ممارسة النشاط البدني. النشاط البدني يعطيك أكثر من 70-80 فائدة صحية، رائع جدا. يوميا يا دكتور؟ أقل شيء هو 5 أيام. 5 أيام يومين راحة بالعادة. نعم، يعني أنا بعطيك الحد الأدنى. أنا لو أقول أنا بعطيك راتب كحد أدنى ولا حد أعلى، سوف تقول لا أعطني الراتب حد أعلى، لكن أنا ما أدري إذا في حركة. إذا في حركة الناس تبغى تأخذ الحد الأدنى. صحيح. حقيقة الأفضل أن يكون يوميا. يمكن المقدمة رائعة جدا، نحن خلقنا للحركة. يعني الحمد لله ترى الإنسان عنده قدمين، إذا فقدت القدمين سوف تعرف فائدة. صح. هالقدمين هذه، وإن الإنسان يجب أن يتحرك. يعني أجدادنا كانوا يتحركون للعمل لقمة العيش، لأن الإنسان إنسان عنده قدمين يجب أن يمشي. لذلك نعمة. لماذا المؤسسات العلمية والصحية تركز على المشي؟ لأنها طبيعة تمشي بسن مبكر، يعني بسنة، يوم عمرك سنة سوف تمشي، هذه أول خطواتك. ما يحتاج أجهزة، ما يحتاج أدوات، غير مكلف، لا يحتاج إلى مكان. إذن طبيعة الإنسان يمشي، لذلك معظم الناس يستطيعون أن يمارسون هذا النشاط، فالتركيز كله على المشي. لكن ترى النشاط البدني مثل الفواكه، إذا إحنا ركزنا على الفراولة قلنا فقط فراولة فراولة فراولة، وش معنى؟ لأن الفراولة ممكن تكون متوفرة مثل المشي، إذا توفر ممتاز. لكن أيضا التنوع في الأنشطة البدنية كتنوعنا بالفواكه. بقول لك شيء دكتور، يعني بقاطعك شيء ممكن يفيد واحد من الأصدقاء كان في هولندا قبل فترة، يقول من كثر ما يمشون نفسي أشوف واحد بديل ما لقيت، من كثر ما هم يمشون يوميا. طبعا البدانة
جزء منها قلة الحركة أو قلة ممارسة النشاط البدني، لكن أيضا مارس ما تشاء. الثلاثين دقيقة هذه لا تقتصر ترى على المشي، لأن البعض يقول أنا طيب ما عندي مكان أنا أمشي فيه، ما عندي يمكن الوقت، سوف أتحدث على الوقت، لكن المكان تستطيع أن تمشي في سطح البيت، في المكان، صح، في نفس مكانك تستطيع أن تمشي. دراسات عديدة ترى المشي في المكان، في المكان ما يحتاج إلى أي مساحة، أو أنك تمارس أي نشاط بدني، دراجة ثابتة، سباحة، جهاز التجديف، جهاز الغزال، الطائر، أي الحبل، جهاز الحبل، صعود الدرج، أي أنشطة بدنية. الجسم ترى لا يفرق بين نشاط ونشاط آخر، يفرق فقط أنك تتحرك، الحركة. نعم، الحركة مهمة، اجعل نفسك دائما في حركة، وهذه سوف نتحدث فيها كثيرا. بالنسبة للوقت، إذا ما استطعت أن تحصل على 30 دقيقة، يعني يقول والله أنا جدولي ممتلئ، 30 دقيقة صعبة. الدراسات العلمية ترى أثبتت أن حتى تقسيم هذه 30 دقيقة إلى جزئين، يعني 15 دقيقة في الصباح و15 دقيقة في المساء، تعطيك نفس الفوائد اللي تجنى من 30 دقيقة مكتملة. دراسات أخرى قسمتها إلى ثلاثة، 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق، يعني 10 دقائق في الصباح، 10 دقائق في الظهر، 10 دقائق في الليل، وجدوا أن الفوائد الصحية مثل الفوائد الصحية الناتجة من 30 دقيقة مستمرة من ممارسة النشاط البدني. إذا رائع جدا، يجب أن نعرف متى وكيف نمارس النشاط البدني. خليني أروح لجامعة هارفارد، قالت أنا بعطيكم 5 معلومات صادمة حول المشي، بقولها سريعا عبد العزيز ونحا. تفضل. في دراسة أجريت على أكثر من 12,000 شخص، شافوا الجينات المسببة للسمنة، يعني ناس عندهم جينات معروفة تؤدي إلى الإصابة في السمنة، وناس يقول أنا جيناتي موجودة للإصابة في السمنة، الوراثة. درسوها، وجدوا من 12,000 اللي يمارس ساعة من المشي تنخفض نسبة الإصابة بزيادة الوزن بالسمنة 50%. فقط مشي ساعة واحدة في اليوم يخفض من الآثار التي ممكن تأتي من الجينات التي تدفع الشخص للإصابة بزيادة الوزن والسمنة. هذا رائع جدا. أيضا وجدوا أن المشي يقلل من الشعور اللي يصيب بعض الأشخاص للحلا. تعرف الحلا بعض الأحيان أنت يعني تشعر بأنك غضبان أو زعلان أو حالتك النفسية فيها اضطراب، تحلي المزاج شوي، لا يبدون يتجهون إلى أكلش الحلا، الحلا بشكل كبير. صحيح. المشي يقلل من الشعور هذا باتجاه أكل السكريات. ممتاز، هذه معلومة جديدة. الثالثة، المشي يقلل من الإصابة بسرطان الثدي. وجدوا أنه إن تقريبا 3 ساعات في الأسبوع يخفض من الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14%. المعلومة الرابعة الصادمة أن المشي يخفف آلام المفاصل، بمعنى أن المشي يمكن قلتها قبل كذا عبد العزيز، يقوم بعملية التشحيم أو التزييت للمفاصل. المفاصل فيها سائل زلالي، هذا ما في شعيرات دموية تجيه، الدم ما يجيه، السائل الزلالي هذا يحتاج إلى الحركة حتى يغذي نفسه بالأكسجين والغذاء. فالمشي يحسن من السائل الزلالي والمفاصل، وأيضا يدعم العضلات اللي حول هذا المفصل. آخر شيء عندنا المناعة، المشي يزيد من جهاز المناعة، يعني الوظيفة المناعية تتحسن بشكل كبير جدا. هذه دراسة أجريت على 1,000 رجل وامرأة، وجدوا أن الناس اللي يمشون لمدة 20 دقيقة 5 أيام، شوف 5 أيام هذه دائما ثابتة، 20 دقيقة مشي 5 أيام، وجدوا أن نسبة الإصابة بالأمراض تقل بنسبة 43% مقارنة بالناس اللي ما يمشون. إذن جهاز المناعة يتحسن أيضا مع المشي. نسبة هذه كبيرة. يعني خلينا نتكلم قبل شوي ليش أنا ضربت لك مثال بالثقافة المشي عند بعض البلدان وبعض الشعوب. الآن إحنا عندنا جودة الحياة واستهدافات 2030، أنه
جودة الحياة تكون متواجدة في كل مشروع من ضمنها المشي. ليش؟ لأنه يخفف من وجود الأمراض المزمنة عندنا في المستقبل، لأن الدولة تتكلف بكثير من الأموال الطائلة لعلاج الأمراض معينة. صحيح. هل لو كان ثقافة المشي عندنا في السعودية منتشر في السنوات القادمة بحكم أنه هدف من أهداف 2030، حتقل بنسب كبيرة موضوع الأمراض المزمنة؟ طيب خليني أنا أقول لك من الناحية العلمية، التوجه 40-50 سنة العالمي نحو تعزيز ممارسة النشاط البدني، ونحن في السعودية بدأنا الآن هذه كلها تعزيز بالضبط. ممارسة النشاط البدني ترى رائع جدا، توعية المجتمع، يجب أن نزيد من معدلات النشاط البدني، لأن عدم ممارسة النشاط البدني يسمى الخمول البدني، عكسه خمول بدني، بمعنى أنك لا تمارس 30 دقيقة في اليوم، وهذا يعتبر رقم 4 يعني في العالم. الخمول البدني يعتبر رابع يسمى ريسك فاكتور أو عامل خطر للإصابة بالأمراض المزمنة. يعني ترى مثله مثل التدخين، التدخين عامل خطر للإصابة بالأمراض، هذا الخمول البدني بمعنى أنك إذا ما سويت 30 دقيقة هذه أنت تحمل الخطر رقم 4 على مستوى العالم اللي يؤدي إلى وفاة ملايين الناس. شوف هذا الخمول. الدراسات العلمية كانت تركز بشكل كبير جدا على 30 دقيقة هذه، لكن بالفترة الأخيرة قالوا لحظة، هناك خطر آخر أتانا للأسف الشديد. لماذا أتى الخطر الآخر؟ لأن الحياة تغيرت، الحياة ما أصبحت مثل الماضي، صرنا نجلس كثير بسبب الوظائف، بسبب الأجهزة، بسبب التقنية، بسبب السيارات، قطارات، الباصات، بسبب كل العوامل، كل العوامل اللي حولنا تقول لك ارتاح اجلس. يعني هذا عدو المشي، هذا العدو الحقيقي. جاءت دراسات كثيرة أخطر من الدخان. صحيح. 2011 أول إنذار جانا في العالم 2011 من الكلية الأمريكية للطب الرياضي، قال لحظة ترى يجب أن تمارس النشاط البدني، لكن في نفس الوقت يجب أن تقلل من عدد ساعات الجلوس. وقالوا كم نحدد؟ قالوا ساعة ونصف، كل ساعة ونصف يجب أن تتحرك. لكن هذا 2011، تبدلت الدراسات العلمية، قالوا والله ساعة ونصف كثير. جاءت 2016 الجمعية الأمريكية لداء السكري في توصيتها تقول لا ساعة ونصف كثير، أكثر شيء تجلس بدون حركة هي 30 دقيقة، يجب أن تقطعها بالوقوف والحركة. نعم. كل 30 دقيقة تقوم 3 دقائق إلى 5 دقائق ثم تعود. 2023 أيضا كرروا وأكدوا على هذه، ترتو يمكن في شهر 1 2023 تعزيز للدراسة، تعزيز التوصيات القديمة أن كل 30 دقيقة يجب أن نتحرك 3 دقائق. إذا عندنا حاجتين، نعزز النشاط البدني رائع جدا وأقل شيء 30 دقيقة في اليوم، لكن أيضا بقية اليوم أقصى شيء تجلسه ترى 30 دقيقة، قومي تحركي 3 دقائق وعودي مرة أخرى، أو عود مرة أخرى وأجلس مدة 30 دقيقة واقطع هذه 30 دقيقة. هذه لازم نسويها مبادرة فز قوم. صحيح. والله صدق. هو فعلا هذه، شوف حتى الجوالات الذكية تذكرك بالوقوف. صحيح. كل ربع ساعة. الاتجاه العام نحو النشاط البدني ونحو الصحة لا يقتصر على الحركة، حتى في دمجوا حتى الإنذارات التي تأتي من الجوال أو من الساعات، يجب أن تقوم. يقول الآن وقت الوقوف، الساعة تقول لك أصلا لك فترة وأنت جالس. لماذا؟ لأن حتى الشركات اللي تضع البرامج المعززة للصحة تعرف ماذا تقول الدراسات العلمية. طيب دكتور، إحنا الحين مقبلين على جو زين وجلسة وسمر، نبغى نصيحة أخيرة مع الجدولة الجديدة هذه اللي إحنا داخلين عليها، وش أهم توصية ممكن تقدمها لنا؟ سؤال والله إنه مهم. أنا يحيرني، يعني أنا ما أفهم. يعني شوف الدولة ماذا تفعل الآن، يعني الشوارع ترى تغيرت. صحيح. يعني أصبحت معززة للحركة بشكل كبير جداً. والأجواء الآن أصبحت رائعة. إذا ذهبت إلى هذه الأماكن تجد الناس تعشق الجلوس في الكافيهات، في المطاعم،
طيب الشوارع الوسيعة هذه صار يحطون الكراسي في هذه الشوارع ويجلسون، طيب الممشى صاروا يفرشون الفرشة ويجلسون، الحدائق اللي يعني جالس في البيت يعني لا يعقل لا يعقل. ما يعني ما يعني أنا أعتقد أن المشكلة هنا في الرأس دكتور ممتر والله العظيم عبد العزيز أن المشكلة هنا، لأن مهما حاولنا أن نغير البيئة إذا ما تغير هذا اللي بالداخل تلقى فارش على المضمار جالس شيء عجيب قسما بالله في الممشى فرشات وكراسي بل إن الكشكات اللي تقدم الشاي والقهوة تجي تبيع لك الكراسي أتعطيك إياه بلاش، خذ الكرسي خذ الفرشة اجلس. طيب هذا اسمه ممشى مع أنه والله يا دكتور أمتع لما تمسك كوب الشاي والقهوة وتتمشى وتتفرج وتنبسط وتسولف. والله صادق والله إنه أمتع. الدراسات العلمية ودائما نحن نقول الناس اللي تعاني من أمراض أو لا تعاني من أمراض أو عندها مشاكل حتى نفسية يعني حتى المزاج الدراسات العلمية تقول إن الحركة تحسن من الحالة المزاجية. صحيح كل الهرمونات الخاصة لتحسين الحالة المزاجية تأتي من الحركة ما تأتي من الجلوس. يعني أنا إذا كنت مكتئب كنت أنا أبغى أخرج في الأجواء الجميلة، نصيحة لا تجلس. إذا ذهبت إلى ممشى إلى حديقة إلى لا تجلس وشوف الفرق. حاول أنك تستمتع بالأجواء بالحركة وليس بالجلوس، لأن الجلوس صحيح سوف يؤثر سلبا على كل خلية في جسم الإنسان. يمكن هذه آخر نقطة. الله يعطيك العافية البروفيسور محمد الأحمد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، شكرا جزيلا، تنورنا كل أسبوع بالمعلومات والنصائح. بننتقل وياكم لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، واللي ينظم بالظهران مبادرة الشرقية تبدع بأكثر من 1500 فعالية في محافظات ومدن المنطقة الشرقية واللي تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر. تفاصيل أكثر أكيد ننتقل لزميلتنا هدى الغامدي والمتواجدة في واحدة من الفعاليات والمبادرات بالشرقية تبدع. يسعد مساكي يا هدى، أتحفينا وأنورينا بالمبادرة. الله يمسيك بالخير نهى وعبد العزيز، ومساء الخير لكل مشاهدي القناة السعودية، وبإذن الله عطلة نهاية أسبوع وإجازة سعيدة على الجميع. بالتأكيد نهى، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الله يحفظه مبادرة الشرقية تبدع. هذه المبادرة اللي نظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران، يشارك فيه 300 جهة ما بين قطاع حكومي وخاص وقطاع غير ربحي، 1500 فعالية في جميع محافظات ومدن المنطقة الشرقية في مسارات عدة في الثقافة والإبداع والشؤون الفنية والاجتماعية والموسيقية والرياضية والعديد من المسارات. أنا الآن موجودة في مركز طباشير الفن وهو أحد المشاركين في مبادرة الشرقية تبدع، واللي راح تعطينا تفاصيل أكثر عن المشاركة الأستاذة شعاع الدوسري وهي مدربة ورسامة ما شاء الله. أستاذة شعاع حياك الله معنا على شاشة السعودية. الله يحييكم، أهلا وسهلا فيكم. استاذة شعاع لو تكلمينا عن مشاركتكم في مبادرة الشرقية تبدع. طبعا طرح المركز الملك عبد العزيز الحضاري إثراء مبادرة، وكانت هذه المبادرة طبعا احنا قدمنا للمشاركة فيها ونثمن موافقتهم لمشاركتنا معهم. تستاهلون طبعا اكيد. استاذه شعاع لو تكلميني عن حضرتك، يعني رسامه ومدربه من اكثر من 20 سنه، كلميني عن ايش اللي بتقدمينه في هذه المبادره. المبادرة كانت عبارة عن تجمع الفنانات، وكان في طبعا ورشة للأطفال. هذا التجمع قدم مجانا بالنسبة للطاولات المشاركات، كان عبارة عن إنتاج لمجموعة من الفنانات لإنتاجهم الفني، كان إنتاج متنوع ما بين الرسم الحر وما بين الأعمال اليدوية كالرسم اللوحات الصغيرة والمصغرات والرسم على والفن الزجاج الحراري، إضافة إلى الخطاطات. طبعا كان هناك الرسم على وجوه الأطفال وعدة أنشطة طبعا شاركوا فيها الفنانات. استاذة شعاع، لك مشاركات محلية سواء في المنطقة الشرقية أو خارج المنطقة الشرقية كمبادرات ومسؤوليات مجتمعية، لو تكلمين عنها لو سمحتي.
الحمد لله كانت لنا مبادرات ومشاركات في داخل المنطقة الشرقية وفي خارج المنطقة الشرقية. بالنسبة لداخل المنطقة الشرقية المبادرات عندنا طبعا في الفترة هذه، بالأمس كان عندنا مشاركة في دار المسنات فقدمنا ورشة لهم وتستمر إن شاء الله لمدة شهر. في أيضا مركز الإناث للتأهيل وكان طبعا استقبلناهم في المركز، كانت مجموعة من المنتسبات للمركز والحمد لله كانت ورشة جدا رائعة طلعنا من نتائج منها جميلة. وكان في مشاركات سابقة، مثلا كانت في مشاركة في مستشفى التخصصي بالدمام، الرسم على الجدران، شاركت العضوات في قسم تنويم الأطفال، إلى جانب طبعا المشاركات العدة، الرسم في الكورنيش كانت على في طبعا العضوات شاركوا الرسم على الكراسي وعلى في بعض الجداريات في الكورنيش، كورنيش الدمام، إضافة إلى بعض المشاركات اللي طبعا شاركوا فيها العضوات في كلية الدمام، كلية الطب، في يوم أو يوم اللغة العربية كان في إثراء، وكم نشاط طبعا من أنشطة كثيرة. يعني كان في خارج المنطقة الشرقية بعض المشاركات، مثلا كان عندنا مشاركة في محاضرة في جازان وكانت هذه المحاضرة عن التربية الجمالية، إضافة إلى في أيضا في المدينة المنورة عن التربية الجمالية أيضا، وبعض المعارض في بعض المناطق، وقدمت أنا بعض الدورات في يعني مناطق مختلفة. الله يعطيك العافية الأستاذة شعاع الدوسري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. الله يعطيكم العافية والله يحييكم. شكرا والله، شكرا. الله يسلمك. شكرا. أكيد يعني نهى عبد العزيز العديد من الفعاليات الجميلة المستمرة في مبادرة الشرقية تبدع تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر، وجميل أيضا الاستفادة في هذه الإجازة في مثل هذه الدورات اللي خاصة حتى للأطفال اللي بتساعدهم على أنهم تنمي حسهم الفني والمعرفي من خلال هذه الدورات اللي هي ضمن مبادرة الشرقية تبدع. شكرا لزميلتنا هدى الغامدي. وصلنا للجزء الأخير، ختامها مسك، نتكلم اليوم عن ضيفتنا. ضيفتنا اليوم من الضيوف اللي شرفونا وشرفوا الوطن خارجيا وداخليا، قامت بعدة أبحاث علمية ذات جانب إبداعي وحديث أيضا، وإضافات جديدة في مجال الكيمياء الخضراء والنانو الصديق للبيئة، مع معادن أقل سمية كالذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم وغيرها من المعادن. انتشرت أبحاثها في مجلات عالمية علمية محكمة ذات معامل وتأثير عالي ومتخصصة في الكيمياء وكيمياء النانو. معنا في استديوهاتنا في المدينة المنورة الدكتورة نجلاء الردادي. حياك الله دكتورة. أهلا وسهلا. يا مرحبا. يعني بداية، ما أبرز العوامل اللي ساعدتكم لتواجدكم للمرة الثانية ضمن قائمة العلماء الأكثر تميزا وتأثيرا على مستوى العالم وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد للعلماء؟ حياكم الله أستاذ عبد العزيز وأستاذ نهى. في البداية أتقدم بجزيل الشكر لبرنامج السعودية على قناة السعودية الأولى لتسليط الضوء على الإنجاز الأخير الذي تم بفضل من الله عز وجل، تضمين اسمي لعامين على التوالي 2022-2023 ضمن قائمة العلماء 2% الأكثر تأثيرا واستشهادا حسب تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية العريقة، وأقدم هذا الإنجاز لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان. في البداية هذا فضل من الله عز وجل. هذا التصنيف تجريه دراسة تقوم بها جامعة ستانفورد الأمريكية سنويا، ويتم إصدار وإعلان النتائج في 4 أكتوبر من كل عام ميلادي على منصة دار النشر إلسفير. هناك عوامل عديدة لتضمين العلماء ضمن هذه القائمة، من أهم هذه العوامل جودة ورصانة البحث العلمي، أيضا قوة
البحث العلمي أنه يقيم أو يحل مشكلة أو يوصل لتقنية جديدة أو يوصل لاستكشاف دواء جديد ذي فعالية عالية يكون آمن ذو أثار جانبية تكاد تكون منعدمة. أيضا حرص الباحث العلمي على الاستمرار في النشر العلمي سنويا هذه أيضا تعتبر من العوامل المهمة. وجود الباحث أيضا ضمن عدة مجموعات بحثية هذا يساعده لتضمين اسمه ضمن هذه القائمة. أيضا قد يكون الباحث مشرف على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه تعتبر أيضا هذه من العوامل. لكن في المقام الأول يعتبر جودة البحث ورصانته. دكتورة نجلة احنا اليوم حرصنا على تواجدك معنا فعلا فخر فيك واعتزاز بكل الأبحاث العالمية العلمية اللي شاركت فيها وبراءات الاختراع اللي قدمتيها للعالم. كل الشكر لك الدكتورة نجلة الردادي بروفيسور وأكاديمية في جامعة الطيبة نموذج من النماذج اللي نفتخر فيها. فطنا احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم. في الختام نشكركم على المتابعة وأشكر مصممات عباتي روشا ديزاينر. شكرا لك يا عبد العزيز. شكرا لك يا نهى. في أمان الله.